تجنيتي؟ كيف تقومي بهذه الطريقة عن طاولة؟ مش هلأ تجنيت، أنا كنت مجنونة يوم اللي تجوزتك وعطيتك فرصة أنك تهيني وتزل كرامتي. ما عم بفهم شو عم تحكي. عم تستغبيني؟ طب اسمح لك تستغبيني. شو عم تعملي؟ نزلة على بيروت، مش باقي هون ولا دقيقة. ما في تروحي مطرح، تبقي هون ننزل كلنا سوا. قلت لك مش باقي ولا دقيقة. شو بتقولي لها لريم؟ ريم بين ميفت والهام نسي وجودي، تلتهي فيه وتكنتو نزلته وجولي معه. ما عم بفهم شو مشكلتك. حسبي انها عشيقتي، مين عارف؟ انت وفارس؟ يلي عارف انه ما في علاقة بيناتنا، يعني كرامتك محفوظة. فكر الناس اغبياء؟ صدقوا انه تيجي بنت فرنسية من بيروت بذات الوقت معنا وتفوت تسهر لوحدها بذات الريستوران اللي نحن فيه بالصدفة وتتعرفوا عليها انت وفارس وتعزموها على العشاء؟ نصر عزمها. احرجته تيعزمها ونسب بيك، طلعت فيك بشك واكيد عم تتساءل اذا كانت لفارس ولا لإلك. زلفا اكيد مأكدة انه لإلك، لانه مش معقول يجيبها فارس بشهر العسل وهي عشيقتك. هل قد مفكرتني ساذجة بتمرق هالقصص علي تجاي تعمل هالتمثيلية قدامي؟ كيف بتسمح لنفسك توقفني بهالموقف؟ عم بتذلي تتنتقم مني؟ وديت وراها اول امبارح لانك استفزيتيني. بشو استفزيتك؟ كنت عارف رأيي فيك من قبل ما نتجوز ووافقت انك تتجوزني. قبل ما نتجوز ما كنتي بتعرفيني، كنت متوقع انه بعد العشرة تعرفيني على حقيقتي وتنصفيني. رأيي فيك ما تغير. بس انت هيك عم تظلميني. واضح اني عم بظلمك، وجود عشيتك عطولتي اكبر برهان. لو كنتي مرتي بكل معنى الكلمة ما كانت بتكون معنا على الطاولة، اصلا ما كانت بتكون بحياتي. ما بقبل تحت اي ظرف من الظروف ان وجد مع عشيقتك على زيت الطاولة او حتى بزيت المطرح. بكرة ببعتك على بيروت، بس هلا لازم ترجع على الريستوران احتراما لامه وعمه لفارس. بعتذر، مش متحركة من هون الا لارجع على بيروت. فرح بلعنات، ما في رجع على بيروت وبطاقة السفر معي. وانا مش متحركة من اوضتي، ولا رح اكل ولا رح اشرب الا ببيروت. لك هول تصرفات ولاد صغار، انا بريم وحدي مش مخلص. كيف اثنين؟